مكان يا مكان، سينا مشهورة وسط أصحابها بفستانها البرتقاني اللي بقالها فترة طويلة مش بتقلعه خالص. الفستان ده باباها جابهولها في عيد ميلادها، وكان لونه البرتقاني بينور في الضلمة. كل أصحابها كانوا مبهورين بيه جدا، ودايما يطلبوا منها يطفوا النور علشان يشوفوا الفستان وهو بينور. سينا بقت تلبس الفستان البرتقاني طول الوقت، ده حتى كانت عايزة تنام بيه. سينا كانت بتستنى قدام الغسالة علشان الفستان يتغسل، وأول ما ينشف تلبسه تاني على طول. بس سينا من كتر ما لبست الفستان بدأ يلعب شوية، وفي يوم وهي بتلعب مع زين الفستان اتشبك في لعبة واتقطع. سينا قعدت تعيط جامد قوي، واتخانقت كمان مع زين، واشتكت لباباها ومامتها. بس لما مامتها عرفت ان زين معملش حاجة غلط وان مش هو اللي قطع الفستان، فهمت سينا وقالت لها ان الفستان من كتر ما هي لبسته واتغسل بقى ضعيف. سينا اعتذرت لزين، بس هي لسه زعلانة على فستانها. سينا طلبت من باباها فستان تاني زيه بالظبط. باباها ومامتها قالوا لها انت عندك هدوم كتيرة يا سينا، لازم تستخدميهم زي ما كنتي بتستخدمي الفستان البرتقاني. تاني يوم كارما صاحبة سينا كلمتها علشان ينزلوا يلعبوا مع بعض في الجنينة زي كل يوم، بس سينا لسه زعلانة ومش عايزة تنزل كمان تلعب. بالليل زين وباباها ومامتها كانوا عايزين ينزلوا كلهم يروحوا السينما مع بعض، بس سينا لسه زعلانة ومش عايزة تنزل. باباها سألها وعرف إنها لسه زعلانة على فستانها البرتقاني. باباها قال لها دي حاجة كويسة إنك تكوني بتحبي حاجتك وإنك تزعلي لما تتقطع، بس أنت كده يا سينا زعلانة زيادة عن اللزوم، أكيد في سر. سينا قالت له أنا لو لبست فستان تاني يا بابا غيره أصحابي مش هيلعبوا معايا ومش هيحبوني كمان. باباها استغرب جدا من كلامها، أنا يا بابا بقيت صاحبتهم لما كنت لابسة الفستان ده، وهم أول حاجة قالوها لي أول لما شافوني إن الفستان عجبهم جدا، وكمان سألوني أنا جبته منين، ومن بعدها أنا وهم أصحاب، هم بيحبوني وبيلعبوا معايا علشان فستاني جميل. باباها سمع كلامها وفهم وقال لها خليكي هنا يا سينا، أنا هدخل أعمل حاجة وهاجي على طول. رجع كمان شوية وكان لابس قميص غير اللي كان لابسه، بصلها وسألها ها يا سينا لسه بتحبيني؟ سينا قالت له آه طبعا أنت بابا حبيبي، وسابها ودخل تاني غير هدومه، والمرة دي لبس بيجامة بالشقلوب وسألها ها يا سينا لسه بتحبيني؟ ضحكت سينا وقالت له آه طبعا يا بابا لسه بحبك، بس أنت إيه اللي أنت لابسه ده؟ ضحك باباها وقعد جنبها وقال لها طبعا إن يكون شكلنا نظيف وجميل دي حاجة مهمة، بس مش هو ده اللي بيخلي الناس تحب بعض. الناس بتحب بعض يا سينا علشان لعبوا وضحكوا مع بعض وكمان قضوا وقت جميل. أصحابك أكيد يا سينا، أنا متأكد إنك لو لبستي أي فستان غير فستانك البرتقاني هيفضلوا برضو يحبوكي، وحتى لو كان عندك لعب كتير أو ما عندكيش خالص. جربي كده تلبسي فستان تاني ونروح لأصحابك ونشوف مع بعض هيفضلوا بيحبوكي ولا لأ. سينا سمعت الكلام وفكرت شوية وقررت تجرب وتلبس فستان تاني، وفعلا نزلت مع باباها وكانت لابسة فستان مختلف عن الفستان البرتقاني. وأول ما أصحابها شافوها جريوا عليها جري لأنها بقالها فترة طويلة ما نزلتش تلعب. سينا فرحت جدا إن هما لسه أصحابها ولسه بيحبوها حتى بعد ما غيرت فستانها البرتقاني. سينا دلوقتي من فرحتها طلبت من باباها يصورها هي وأصحابها، كلهم وقفوا جنب بعض يلا
واحد اتنين تلاتة بطيخ. ومن يومها وسينا كل ما تشوف الصورة تعرف إن الأصحاب بيحبوا بعض علشان هما بيلعبوا ويقضوا وقت جميل مع بعض، مش علشان فستان ولا علشان لعبة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. استنونا الحدوتة اللي جاية مع سينا وزين، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة زنومة علشان تقدروا تتابعوا كل الحواديت.